الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الآية جمعت أوقات الصلوات الخمس. ذكر أهل العلم أن دلوك الشمس هو زوال الشمس، فهذا يشمل أوقات الصلوات الخمس. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه في قيام الليل، ومناسبة قيام الليل بعد صلاة الفريضة أن قيام الليل هي أفضل النوافل بعد الفريضة، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. والتهجد لا يكون إلا بعد نوم، التهجد هو الصلاة التي تكون بعد نوم، وهذا هو معنى التهجد في كلام العرب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وذكر أهل العلم أن يعني هذه الآية أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي، أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته. والقول الثاني لأهل العلم أن قيام الليل كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم نافلة،
نافلة، وهذا هو الذي يعني يوافق ظاهر الآية، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان قيامه لليل زيادة قربة لله عز وجل بخلاف غيره. فصلاة يعني الناس خلاف النبي صلوات الله وسلامه عليه يكفر الله بها ذنوبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود أي مقام تحمده فيه الخلائق، وهو مقام الشفاعة حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل يعني لكي يأتي الله عز وجل لفصل القضاء. وهناك شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست شفاعة واحدة، هناك شفاعات تخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيها غيره، نحو الشفاعة العظمى التي بينتها الأحاديث الواردة في الصحاح وفي غيرها، حين يأتي الناس الأنبياء واحدا بعد الآخر وكلهم يقول لست هناكم لست هناكم، ويذكر ذنبه حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لا، فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء. وكذا وهذه يخص النبي، وهذه الشفاعة تخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يشارك فيها غيره. كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة لا يشارك كذلك فيها غيره. فهذه من يعني الفضائل التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء التصريح بأن المقام المحمود هو الشفاعة، جاءت بذلك أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق كما روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذا الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسئل عنها فقال عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة، هي الشفاعة. وهذا مروي عند الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك مروي عند الإمام أحمد، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا هو القول المشهور، هو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني وهو يروى كذلك في كتب المتقدمين ولم يذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، لكنه مذكور عند في كتاب شرح أصول الاعتقاد للكائي، وكذلك في الإبانة للضبط العقبي في كتب المتقدمين. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، مع يعني يجلسه ربه سبحانه وتعالى على عرشه. هذا قول يقول به المتقدمون، لكنه ليس قولا مشهور. قول المشهور وقول جماهير أهل العلم أن المقام هو الذي جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقام المحمود هو الشفاعة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الذي عليه يعني الذي نحى إليه جمهور أهل العلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والشفاعة هي دعاء ولا لا؟ دعاء، يدعو النبي صلى الله وسلامه عليه ربه. ولماذا يأذن الله بالشفاعة ويخص النبي عليه الصلاة والسلام من بين أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام بهذه الشفاعات حتى يظهر الله عز وجل نعمته وتكريمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيخص بشفاعات لا يشارك فيها غيره، والشفاعة دعاء. ومن ثم أمره الله عز وجل بدعاء آخر يدعو الله به، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فأمر الله عز وجل أن يدعو، ومثل هذه الأدعية التي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بها
كما في هذه الآية، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكذلك قوله تعالى يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الأدعية التي جاء بها القرآن وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو كذلك أمرت بها الأمة لا خصوصية على غيرها من الأدعية. ومن ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بها. وقل رب أدخلني مدخل صدق في جميع الأمور، يعني لا تدخلني في أمر من الأمور إلا مدخل الصدق، أي على الصدق في القول والفعل. وأخرجني مخرج صدق، وكذلك إذا أخرجتني في من أمر من الأمور فيخرج على الصدق كذلك في القول والفعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقوم في ذكر ويقعد في ذكر ويمشي في ذكر صلوات ربي وسلامه عليه. ولو تأملت هذه الآية مع ما قبلها من الآيات من قوله تعالى وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، ستعلم أن الآية هنا تشير إلى قرب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ونزوله إلى المدينة. الآية هنا تشير إلى قرب ذلك، ولذلك أمره الله عز وجل أن يدعو. فالآية هنا في هذه الآية في سياق هذه الآيات تشير إلى قرب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشهر الأقوال التي جاءت في تفسير هذه الآية وهو قول قتادة والإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقل رب أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق مكة واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان المقصود به القوة، أن يكون هناك سلطان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مع النبوة السلطان الذي يقيم الله عز وجل به الحدود ويعز به المؤمنين ويذل به الكافرين. وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة. فلذلك قال الله جل أمر الله تعالى أن يدعوه واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني أمره أن يدعوه أن يقويه وأن يجعل له سلطانا يتسلط به على الناس فيجتمع مع النبي صلوات الله وسلامه عليه القوة الرسالة مع القوة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له ذلك ونصره الله عز وجل وكانت له القوة والغلبة على غيره على جميع الأمم عليه الصلاة والسلام، واتسعت يعني الفتوحات بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه فذهبت إلى مشارق الأرض ومغاربها ببركة هذا الدعاء واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالسلطان هنا هو القوة وحكم الناس، لأن كثير من الناس لا يرضعها القرآن ولا يرضعها الوحي لكن يرضعها القوة، يرضعها قوة السلطان. ولذلك نزلت الحدود لترضع أهل الفساد عن فسادهم. فالسلطان هنا كما يقول قتادة رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين، وهو القول المشهور، السلطان هنا هو الحكم الذي يتسلط به على الناس فيلزمهم بما أمر الله عز وجل ويعني في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، والسورة مكية ولا أم مدنية؟ مكية. طيب والصيغة هنا صيغة المضارع ولا صيغة الماضي؟ طب في المرحلة المكية كان في تمكين للنبي عليه السلام؟ ها؟ كانت الأصنام حول الكعبة ولا لا؟ كم صنم؟ 60 و300
يعني يعني في كل جانب من 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 جوانب الكعبة الأربعة 90 صنما. سبحان الله، تطل بعيونها القبيحة تغطي الكعبة. فجاء هذا الدعاء بصيغة الماضي تحقيقا لقرب وقوعه، تحقيقا لقرب وقوعه، أنه بشرى بشر الله بها النبي نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهم ما زالوا في مكة. ولذلك قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل. والحق هو الحق المنزل، الوحي المنزل من السماء، التوحيد الذي جاءت به جميع رسل الله عز وجل. وزهق الباطل، والباطل هو يطلق على الشرك وما دون الشرك من الفجور والمعاصي. زهق يعني ولى وانتهى واضمحل ولم يبق له أثر. إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. والجملة الأخيرة هذه بمثابة التعليل، إن الباطل كان زهوقا جملة اسمية ومؤكدة بأنواع من المؤكدات. الجملة الاسمية تدل على الثبات، يعني هذا من شأن الباطل دائما أنه يضمحل وينتهي ولا يكون له ثبات. واستعمال لفظ كان ليدل على أن الباطل على أن وصف الباطل بالزهوق وصف مستقر، كان زهوقا. فحين ترى الباطل ينتفش ويكون له ضجيج وصولة وجولة، تعلم أن هذه إحدى جولات الباطل، لكن لن يستقر على هذا أبدا، لأن الباطل ليس من طبع الثبات ولا الاستقرار، وإنه من طبع الزهوق الزوال والاضمحلال. ولو تتذكرون سورة النساء في قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله لا يقولن إن كنا معكم، وإن كان للكافرين فتح لا نصيب. قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. سمى إيه؟ سمى للمؤمنين إيه؟ فتحا. وسمى للكافرين، لأن لا يمكن أن يكون هناك للكافرين فتح، لا، يكون لهم نصيب، يكون لهم جولة. إذن عندما ترى ضجيجا للباطل صولة وجولة، اعلم هذه جولات لكن سيذهب. إن الباطل كان زوق. وهذه الآية المكية التي نزلت عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، والحديث عند البخاري في صحيحه حديث المسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر بإزالة هذه الأصنام، وكان حول الكعبة 630 صنم، 630 صنم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطعن فيها، فما يطعن في واحد منها إلا وكسره الله عز وجل. ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد كم سنة؟ هذه كانت يعني تقريبا سنة ونصف بعد ذلك الهجرة، يعني في الهجرة وثماني سنوات، والآية أشارت كما صيغة المادي أشارت إليه إلى قرب الوقوع. فأخذ النبي عليه السلام يطعن في هذه الأصنام وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. يعني السيوطي رحمه الله تعالى استدل بهذا على أنه يعني يستحب قراءة هذه الآيات عند إزالة المنكرات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكسر هذه الأصنام حول الكعبة وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه فيها بشرى للمؤمنين وتثبيت لهم،
وبيان أنهم في كنف الله عز وجل ورعايته، وكانوا يعذبون في مكة في 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 ذاك التوقيت، ومع ذلك يقول جاء الحق وزهق الباطل. فترسل الآيات هنا إليه إلى التفاؤل، مهما اشتدت الخطوب مهما اشتدت الكروب وادلهمت الخطوب، فالمؤمن وثيق الصلة بالله عز وجل واثق من نصر الله، لا يصيب يأس أبدا. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الباطل لا يقف بنفسه، يعني الحق قد يستضعف ويكون صامدا بلا جنود، لأنه حق ثابت راسي. أما الباطل لا يمكن أن يصمد إلا في وسط جنود مجندة، جنود من الباطل حوله، قوة السلاح. لو لم تكن معه قوة لا يثبت أبدا. ولذلك متى زالت عنه هذه القوة زهق الباطل. أما الحق لأنه حق فلا يحتاج إلى قوة، هو نفسه قوة، القوة في ذاته. أما الباطل زاهق مضمحل، فلا بد من قوة تحميه. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طبعا علاقة هذه الآية بما قبلها أنها تبين كيف خسر المشركون بإعراضهم عن القرآن وعن الوحي المنزل من السماء، إذ كان هذا القرآن شفاء لأمراضهم، الكبر والعناد والعجب والنفاق والفخ والخيلاء. فلما أعرضوا عن الوحي المنزل من السماء انتفخوا وانتفشوا فخسروا كل شيء، وفاز المؤمنون بالفلاح والنجاح لأنهم انتفعوا بهذا القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ كل الناس؟ لا، للمؤمنين فقط. خص الله المؤمنين الانتفاع بهدايات القرآن، لا ينتفع به غيرهم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل كما قال جل وعلا يعني بل هو عليهم عمى لا ينتفعون منه. طيب هنا وننزل من القرآن، من هنا تبعيضية أم لبيان الجنس؟ بيان الجنس أم تبعيضية؟ أحسنت، من هنا لبيان الجنس. كل القرآن هكذا، ليست من هنا تبعيضية، لأن لو كان تبعيضية يبقى بعض القرآن فيه الشفاء والبعض ليس فيه الشفاء، فمن هنا لبيان الجنس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فقط ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذه كقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن مسألة الانتفاع بالقرآن نعمة عظيمة جدا ولا لا؟ نعمة كبيرة. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يبدع في مسألة الشفاء بالقرآن، وكيف أن قراءة القرآن يعني ينتفع بها الإنسان في الشفاء حتى الأمراض الجسدية والأمراض العضوية، لأن الله جل وعلا سمى القرآن شفاء. شفاء لكن شفاء لمن؟ للمؤمنين، ليس لكل الناس. وذكر كذلك مما رخص فيه السلف كتابة بعض آيات من القرآن، نعم، ثم يعني وضعها في الماء وشرب هذا الماء أحيانا أو الاغتسال بهذا الماء في أحيان أخرى،
وهذا كله مما يعني ينص عليه السلف من أسباب الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولذلك لما ذكر الله عز وجل أعظم نعمة الآية التالية مباشرة هنا بعد هذه الآية: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذه الآية تشير إلى إعراض المشركين عن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، وهي نعمة القرآن. وهذا الفهم جاء مصرحا به في سورة الرحمن، إذ قدم الله عز وجل القرآن على غيره. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، قدم إيه؟ قدم القرآن على خلق الإنسان، لأن الإنسان بلا قرآن أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فأعظم نعمة ينتفع بها المؤمن هي نعمة القرآن. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. والإنسان احنا كما اتفقنا غالب إطلاقات القرآن للإنسان هو الإنسان الكافر. إن الإنسان لكفور مبين، إن الإنسان لكفور، والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه غالب إطلاقات القرآن. فهذه الصفة هي صفة الكفار وليس صفة المؤمنين. وإذا أنعمنا على الإنسان، متى أنعم الله عز وجل عليه بالنعم؟ أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، وأعرض عن ربي ونأى بجانبه. النأي بالجانب يعني لوي الجانب ويوليه ظهره، كأنهم يولون الله جل وعلا ظهورهم، وهذا يدل على شدة إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعلوا؟ فأعرضوا عن التوحيد. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إذا قوله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، الكافر كلما أنعم الله عز وجل عليه بالنعم كلما ازداد بعدا عن الله جل وعلا. ولذلك مجاهد فسر هنا ونأى بجانبه، قال بعد عنا. وإذا مسه الشر كان يئوسا، كان يئسا من رحمة الله. والشر هنا يحمل على القحط، يحمل على الجد، يحمل على المحن. هذه من طبع الكافر. ولماذا يسوق الله جل وعلا ذلك للمؤمنين؟ ليحذر الله به المؤمنين أن يسلكوا هذا السلوك، أن يكونوا عند حلول النعم من الكافرين بها، وعند حلول النقم من اليائسين القانتين من زوال هذه المحن أو زوال هذه الابتلاءات. المؤمن ليس هكذا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، خلاف هذه الحالة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن في حلول النعم ويعني في و و و و و وكذلك حلول الابتلاءات هو بين شكر وبين صبر، وأما الكافر فبين بطر وبين كفر بالله سبحانه وتعالى ويأس من رحمة الله. ولذلك وإذا مسه الشر كان يئوسا، تحذير من الله عز وجل. ومن ثم قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل كل يعمل على شاكلته. كل هنا كل يعمل على شاكلته، كل من هذه الأصناف المؤمن والكافر، وشاكلته طريقته ومذهبه ونيته ودينه. لأن الشاكلة مأخوذة من المشاكلة،
فالكافر له طريقة تشبه طريقة إيه؟ توافق ما هو عليه من الكفر ولا لا؟ هو هذه طريقة الكافر، الإعراض عند حلول النعم، واليأس عند نزول المحن والابتلاءات، وأما المؤمن الشكر عند حلول النعم، والصبر عند المصائب والابتلاءات. لذلك يقول الله جل جلاله وعلا: قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة هنا مأخوذة من طريق ذو شواكل، يعني طريق له ذو شواكل، طرق يشبه بعضها بعض. فالمقصود هنا قل كل يعمل على شاكلته، يعني يعمل على الطريقة التي تناسبه. فالكفار لهم طريقتهم، وهي الكفر عند حلول النعم، الكفر بالنعم، نعم، واليأس عند حلول المصائب والابتلاءات، وأما المؤمن لا، يشكر عند حلول النعم، ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ويصبر عند المصائب والابتلاءات، لأن الكافر مقطوع الصلة عن الله عز وجل، والمؤمن موصول بالله سبحانه وتعالى. قل كل يعمل على شاكلته، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، يعلم من هو يعني أهدى سبيلا من الآخر، وكذا والمؤمنون هم أهدى، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وأهدى سبيلا هنا أفعل التفضيل ليس على بابها، أفعل التفضيل ليست على بابها، قد يستعمل أي أن أفعل التفضيل معناها إيه؟ في مفضل ومفضل عليه، هذا الأصل، لكن قد يستعمل أفعل التفضيل، نعم، ولكن لا يقصد بذلك المقارنة، وإنما يقصد بذلك التميز. إذن فقوله فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وهذا هو شأن المؤمنين، هم أعلى الناس، نعم، ولا يشاركهم في ذلك أهل الباطل في الهداية. إذن أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، وإنما المقصود هو بيان فضل المؤمنين، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.